اللهم بجاهه عندك وبمحبته لك ومحبتك له نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين في هذه الأيام الأواخر من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبجل، شهرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك أن تدفع عنا هذا الداء وأن تنجينا من هذا البلاء وتجعلنا من عبادك الصالحين المعترفين بخطئهم التائبين إليك الراجعين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قولنا موصولا بالعمل وعملنا محققا للأمل، ولا تضايقنا فيما ننحوك به ونتقلب لك فيه، وكثف علينا سترك واخصصنا بما هو أليق بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فأعنا على مطالبتنا بتوفيقك، واحرسنا في مسالكنا بتأييدك، فأنت محركنا في القول، فكن أنت مجيبنا في هذا السؤال يا رب العالمين. إلهنا وإله الخلق أجمعين، طوبى لمن أهلته لمواجهتك بحديثه على طريق الانبساط، طوبى لمن وفقته في عبادتك للأخذ بالاحتياط، طوبى لمن صفيته في إشارته إليك عما ابتليت به غيره من الكدر والاختلاط، طوبى لمن سبقت له منك الحسنى فصار من أهل السماوات والأرض من أولي الاغتباط، طوبى لمن رفعت مقامه في الملأ الأعلى عن كل استظهار واستنباط، طوبى لمن عرفك فوصفك أو وصفك فعرفك. إلهنا، سوابق مننك تدعو إلى الاعتراف بفضلك، وسوابغ نعمك تبعث على العبادة لك، وروادف برك تستنفد قوى الشاكرين على ذلك، وسوالف لفظك تأتي على آخر ما يقدر عليه الواله المتهالك. بدعائك أجبناك، وبإرادتك أردناك، وبصنعك عرفناك، وبإذنك وصفناك، ومن أجل ما عهدنا منك اشتقناك، وبجهالتنا عصيناك، وبفرط دالتنا قصدناك، وبسوء آدابنا جفوناك، وبحسن توفيقك استعطفناك، ولولا جودك ما سألناك، ولولا إحاطتك بنا ما شهدناك، ولولا غلبتك علينا ما وجدناك، ولولا لطفك ما عبدناك، ولولا أنت في كل ما نحن فيه وعليه ما أطعناك. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ادفع عنا هذا البلاء. اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، فإنه لولا أنت في كل ما نحن فيه وعليه ما أطعناك. لألاؤك أشيع من أن يستر، وآلاؤك أظهر من أن تنكر. قدرة محفوفة بالحكمة، وحكمة مكفوفة بالقدرة، ونعمة محوطة بالرحمة، ورحمة منوطة بالنعمة، فكل شيء منك لائق بالربوبية، وكل شيء لك سائق إلى العبودية. عززت موجودا، وكرمت معبودا، وحضرت مشهودا، وسئلت مقصودا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.